كيس وان هذا التمرين يا ده خاص بايه حاجه يعني. ده خاص بايه؟ اكسر. لا خاص بكتف خارجي يعني. ايوه الكتف. لا ده جانبي. اه جانبي. كتف جانبي. بعدها تلعب الجهاز الثاني حق الكتف اللي هو ده. اوكي. نفس ما قلنا كل الاجهزه الظهر يكون لاصق فيها. يبقى تسكرها هنا وتطلع فوق. اوكي. التمرين الثالث لازم تلعبوا على الكرسي الاحمر. تلعب هنا تمسك الدنابل. بس اوكي. ها دنابل مثلا كده. اوكي. اه تمام. الرجل هنا لازم عشان يتظبط مع الكرسي. يلبس بعد فوق وتنزل. اوكي. اوكي. ده الثالث. ده الثالث. اه. الرابع. هنا. الرابع كذا امشي الى الخلف حتى كمل المستوى ده ما امشي كثير هنا بس واشتغل ورا يعني ما ارجعش لورا لا ما ترجعش السادس تاخذ دنابل وانت جالس على طول نفس الشيء تاخذ دمبلز هنا وترفع كتفك اوكي ده للترابيس اوكي اوكي وانا قاعد برضه وانت قاعد لازم التمارين كلها تسويها وانت جالس شايل العمود الفقري بس بعد ما تخلص حاول تقوم عشان ترفع نبض القلب وتحرق سعرات حراريه اكثر انا بفضل العب وانا واقف ما عنديش مشكله لانه اوزان لو تجلس بتشيل الاوزان اللي انت ودك اوكي وانت واقف حتى لما تكون واقف وتشيل لي مثلا دنابل انت بس